أجرنا وأجرك، وعظم الله أجر الخليج والعالم كامل. فعلا فعلا عظم الله أجرنا كلنا في وفاة السلطان قابوس الله يرحمه. تخيل يا أبو علي أن هذا الرجل حتى في وفاته جمع الخصوم كلها مع بعض بالعالم كله. تخيلوا أن الحكومة الفلسطينية مع حماس كانوا من المعزين، تخيلوا السيسي وعائلة حسني وعائلة مرسي كانوا من المعزين، الحكومة الليبية مع عائلة القذافي من المعزين، إيران وأمريكا والغرب من المعزين، الحكومة العراقية ورغد بنت صدام حسين من المعزين، وكل دول الخليج من المعزين. فالله يرحمك يا صديق الجميع، هذا الإنسان كان يشوف الخريطة وكان يقول ما أبي أشوف على هذه الخريطة أعداء لنا. بقول لكم شغلة يبي لها تركيز، بعد الوفاة المفروض أن أسرة السلطان قابوس الله يرحمه والنعم فيهم كلهم ينطرون 3 أيام وبعدين ينصبون حاكم بينهم، هم يتشاورون وينصبون حاكم، وإذا اختلفوا لا سمح الله إذا اختلفوا يفتحون وصية السلطان قابوس علشان يطبقون ما في الوصية ويبعدون الخلاف عنهم. ومع العلم عيال عمه وأهله والمرشحين للحكم كلهم كفء ويستاهلون ومليون نعم، لكن لأن هذه العائلة تخرجت من المدرسة القابوسية قالوا من غير ما نتشاور نبي نفتح الوصية ونعرف شنو رأي السلطان قابوس في الحاكم، وإحنا ما عندنا مانع فيه. ركزوا أن كان إعلان الوفاة الساعة 4:15 فجرا، افتحوا الوصية الساعة 4:55 فجرا، وتم تنصيب الحاكم الجديد الساعة 6:51 صباحا. شنو هالنقل السلس، ما شاء الله وتبارك الرحمن. وهذا ما يعني ما هذا اللي نعرفه عن عمان وعن أهل عمان. الله يرحم السلطان قابوس استلم الحكم وعمان كان فيها 3 مدارس فقط، وتوفى وعمان فيها أكثر من 1725 مدرسة، نسبة الإرهاب في عمان 0%، وعمان الدولة الوحيدة اللي فيها 3 مذاهب، عمان الدولة الوحيدة اللي يدرسون عيالهم بالمدارس أن ما يعاملون الناس على حسب الدين والمذهب، إن يعاملون الناس على أساس الأخلاق. الله يرحمك يا سلطان قابوس. علشان كذي تشوفون في عمان السني جنب الشيعي جنب الإباضي، تخيلوا إن ما عندهم مسجد لكل مذهب، مسجد واحد لكل المذاهب. والسلطان قابوس هو الحاكم الوحيد اللي أعتقد هذا الشيء، اللي كان يسوي جولات في كل الولايات، وها ما عنده قصر في كل ولاية ولا يسكن بفندق إذا راح الجولات، لا يسكن بالبر علشان يحس بالمواطنين ويسمعهم. وهذا اللي خلى العمانيين لغاية هذه اللحظة وهم قاعدين عند قبر المتواضع، شوفوا قبر السلطان قابوس وشوفوا الناس شلون ضاقت عليها بيوتهم وراحوا مقبرته يدعون له. الله يرحمك إن شاء الله، والله يجعل مثواك الجنة. وفي شغلة مهمة أحب أقولها، للأسف في ناس تتكسب وتحب تشوف الخليج مفكك، فتبدأ تقص وتركب مقاطع عشان توهم الناس أن في صراعات بين الخليجيين. السلطان هيثم عسى الله يحفظه إن شاء الله، في له مقاطع لما حاكم يبي يمد إيده يسلم عليه يوخر إيده، وفي ناس تقص هالمقطع وتبين أن هذا بسبب خلاف، مو صحيح. هذه من أجمل العوايد وموجودة في عمان، ما يسلم عليه علشان لا يودع بهالمكان، يبي وصله ليه سيارة تقديرا وحبا. وشوف المقطع كامل الغير مقصوص. بالختام، الشعب العماني من زمان متهم ان شعب ما يشارك مع الخليجيين قضاياهم، متهم إن شعب صامت، متهم إن شعب كله ساكت وما يفكر، مع أن العمانيين من أكثر الدول مو بالخليج بالوطن العربي والعالم فيهم ثقافة وقراء، لكن لأنهم تخرجوا من المدرسة القابوسية تعلموا
أن عدم التدخل في شؤون الغير من الأدب. بالختام رسالة موجهة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أعانك الله على حمل هذه المسؤولية، وأنت خير خلف لخير سلف. والسلطان قابوس الله يرحمه ما حط اسمك بهالوصية إلا وهو شايف نفسه فيك. الله يعينك إن شاء الله، وإحنا